كلها ابو عبد العزيز. وطبعا اكبر قدوه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيره، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كررها مرارا للصحابي. يعني الغضب مفتاح لكل يعني الشرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر يعني قال اللين ما جاء في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. يا سلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر ابو فهد اخوي عبد العزيز، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ها يعني كيف انا اكون؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، يعني في خدمه اهله كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف هذه الصفات تكون موجوده في حياتنا؟ باذن الله ما يكون في مشاكل. يعني و مسألة التغاضي أو التغافل، سلام عليك. يعني هذه التغافل يعني في بعض الكلمات تمرك سوى نفسك ما سمعتها. أيوة سلام. لا لا كأنك ما سمعتها، لو أنك سمعتها وتعالي وش قصدك وليش، وهي لا سمعت منك كلمة تدقيق. نعم هذا مو بزي. وش قصدك؟ أهلي ما ربوني، أهلي ربوني أحسن من يعني يبدأ فيها كلمة بسيطة ثم تقبع بالدنيا كلها. أيوة. فعد كأنك ما سمعت، إذا قالت كذا سنك ساهي وأنت سامعها لكن لا تعطيها بال. سلام. التغافل يعني صراحه فن نحتاج ابغى اطلع للدكتور. انا برجع لك ابو باسل، ابغى اطلع في محور اخر اذا كان قبل الوقت ازيد على الموضوع هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قبل ان نختار الزوجه وش قال لنا؟ ان ترضون دينه وخلقه. سلام. اختصر لك السالفه، دينه وخلقه.